وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبنى ملفنا لهذا اليوم. دير الزور، تنسيق بين قصد والنظام أم تقاسم بين الروس والأمريكان؟ كافة الجسور العادية بين شطري مدينة دير الزور تم تدميرها من قبل قوات النظام في السنوات السابقة، وبالتالي تكون قوات النظام والميليشيات الشيعية التابعة لها قد عبرت إلى منطقة تسيطر عليها قوات تنظيم الدولة، ولكنها واقعة في حقيقة الأمر في القسم الذي يجب أن تهاجمه قوات قصد، حيث أصبحت ميليشيات قوات النظام وقوات النظام وميليشيات قوات قصد لا يفصل بينهما في حقيقة الأمر سوى 3 كيلومترات فقط. المريب في الأمر أنه لم يلحظ أي تحرك لقوات تنظيم الدولة أثناء عبور قوات النظام إلى الضفة الشمالية عبر الجسر الحربي الذي نصبه، ولا بعد عبور قوات النظام، وبنفس الوقت لم تقاوم قوات تنظيم الدولة ميليشيات قوات قصد التي استولت على كامل المدينة الصناعية شمال شرق دير الزور. السؤال هنا، إذا كان الهدف القضاء على تنظيم الدولة بشكل نهائي، لماذا لا تطلق قوات حيدر العبادي في العراق ومعركتها ضد تنظيم الدولة ما بين حديثة والقائم مثلا؟ لماذا لم يتم تحرك قوات النظام حتى الآن على محور حميمة البوكمال أو حتى الميادين، أم أنها من المحرمات الدولية؟ إذا كان تقرير وكالة سبوتنيك الروسية صحيحا والقائل أن الولايات المتحدة قد نقلت قادة الصف الأول من تنظيم الدولة، فكيف ستؤول الأمور عسكريا في حوض الفرات؟ هل سبب التراجع السريع لتنظيم الدولة في البادية أو قرب حوض نهر الفرات سببه اختفاء قادة الصف الأول للتنظيم؟ هل يوجد تنسيق بين قوات قصد وقوات النظام في معركة دير الزور أم محض صدفة؟ إذا لم يكن هنالك أي تنسيق بين الأمريكان والروس، لماذا نصبت روسيا الجسر الحربي بين ضفتي نهر الفرات في منطقة الجورة؟ نناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول، هل استخدام الروس لمروحيات الدعم الناري طراز مي 24 ومي 28 صائد الليل وكاموف 52 التمساح في المعارك التي سبقت والتي واكبت تقدم الميليشيات وقوات النظام كان لها الدور الأبرز في القضاء على القوى المتحركة والثقيلة لقوات تنظيم الدولة؟ وما مدلولات عدم استخدام النظام لمروحياته القتالية بنفس التكتيك أثناء اجتياح التنظيم الدولة للبادية؟ إذا كان الهدف القضاء على تنظيم الدولة بشكل نهائي، لماذا لا تطلق قوات حيدر العبادي في العراق معركتها ضد تنظيم الدولة ما بين حديثة والقائم على جانبي نهر الفرات بالتوازي مع عمليات النظام وقوات قصد في سوريا، وفضلت وقف إطلاق المعركة ضد تنظيم الدولة في الحويجة؟ المحور الثاني، هل انسحاب تنظيم الدولة من المناطق المكشوفة إلى المناطق المأهولة في حوض الفرات بهذه السرعة التي أربكت كل المحللين العسكريين مناورة عسكرية، أم فقدان القدرة على المواجهة العسكرية للطرف الآخر عند استعمال مروحيات الدعم الناري بالشكل الصحيح؟ ولماذا لم يتم تحرك قوات النظام حتى الآن على محور الحميمة والألبو كمال أو الميادين، أم أنها من المحرمات الدولية؟ نناقش هذا الموضوع من كافة جوانبه المتعددة مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من سيادة العقيد ركن طيار مقاتل إسماعيل أيوب معي في الاستوديو، أهلا وسهلا بيك، وسيادة العميد الركن الطيار عبد الهادي الساري، وسيادة العقيد الركن الدكتور عبد الله الأسعد. سنناقش مع ضيوف الكرام كل ذلك، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. أعلنت قوات الأسد في 5 أيلول الجاري فك الحصار عن مدينة دير الزور بعد سلسلة من المعارك مع تنظيم الدولة. هذه المعارك انطلقت من محورين رئيسيين، المحور الأول السخنة كباجب الشولة انطلاقا من تدمر، أما المحور الثاني الرصافة جبل البشري كباجب انطلاقا من الرصافة. قوات النظام والميليشيات الشيعية الصفوية الداعمة لها التقت في كباجب والشولة جنوب غرب دير الزور، ودارت اشتباكات هناك أشبه بلعب الصبيان مع تنظيم الدولة الذي لم يشكل أي عقبة عسكرية أمام قوات النظام
والميليشيات الشيعية الصفوية الداعمة لها بعد أن كان صيت تنظيم الدولة يمخر كباب الصحراء ويرعب قوات النظام والميليشيات الشيعية الصفوية ويصم آذان العالم طيلة السنوات الثلاث الماضية. طورت قوات النظام هجومها بعد السيطرة على الشولة باتجاه منطقة البانوراما مدخل مدينة دير الزور وباتجاه حقل التيم النفطي والذي سيطرت عليها، ومن ثم تم فك الطوق عن مطار دير الزور العسكري. واللواء 137 المتاخمين لجبل الثردة في 9 أيلول الجاري، وبالتالي تم التقاء قوات النظام المهاجمة مع قواته المحاصرة منذ سنوات. هذا وتتقدم قوات النظام مدعومة جويا من طيران النظام وطيران الاحتلال الروسي في اتجاهين رئيسيين، الأول باتجاه الشرق ويتمثل بمحور المرعية المحسن للالتفاف على قوات تنظيم الدولة شمال وشرق المطار، أما الاتجاه الثاني فباتجاه الغرب على ضفة الفرات الجنوبية، أي باتجاه قريتي البغالية وعياش. في يوم 9 أيلول أعلن العقيد طلال سلو الناطق باسم ميليشيا قصد إطلاق عملية عاصفة الفرات من أجل معركة دير الزور. العملية ارتكزت على محورين رئيسيين، المحور الأول محور أبو خشب دير الزور، أما المحور الثاني فهو محور الشدادي مركدة، ويأتي ذلك من أجل الوصول إلى مدينة الميادين مستقبلا عبر حوض نهر الخابور. وخلال أقل من 24 ساعة وصلت قوات ميليشيا قصد إلى المدينة الصناعية شمال شرق دير الزور بسبعة كيلومترات قاطعة أكثر من 120 كيلومترا في منطقة تسيطر عليها قوات تنظيم الدولة سيطرة تامة، وذلك دون أي خسائر تذكر. وفي اليوم التالي أعلنت السيطرة على كامل المدينة الصناعية. نرحب بضيوفي على المحور الأول كل من سيادة العقيد ركن الطيار إسماعيل أيوب وسيادة العميد الركن الطيار عبد الهادي الساري وسيادة العقيد ركن دكتور عبد الله الأسعد. أهلا وسهلا بكم ضيوفا أعزاء على برنامج الرادار وعلى راديو أورينت. نبدأ من سيادة العميد الركن الطيار عبد الهادي الساري، ونحن نعرف أنك ملتزم أيضا في موعد آخر مع أحد الفضائيات. سيادة العميد، هل استخدام الروس لمروحيات الدعم النار طراز مي 24 ومي 28 صائد الليل أو الكاموف 52 التمساح في المعارك التي سبقت والتي واكبت تقدم الميليشيات وقوات النظام كان لها الدور الأبرز في القضاء على القوى المتحركة والثقيل لقوات تنظيم الدولة؟ وأيضا السؤال هنا لو سمحت، ما هي مدلولات عدم استخدام النظام لمروحياته القتالية بنفس التكتيك أثناء اجتياح تنظيم الدولة للبادية السورية؟ تفضل. تحياتي لكم دكتور هشام ولضيوفك الكرام ولمستمعيكم. الواقع عندما حلت روسيا ضيفا ثقيلا على سوريا في 30/9/2015 كان بنيتها أن تقدم كل الدعم سواء كان جويا أو لوجستيا أو سياسيا لنظام فقد السيطرة تماما على سوريا وهو فاقد للشرعية تماما، وبالتالي هي أتت لتقوم هذا النظام وتعيد ترميمه وتعيده إلى الساحة العسكرية والسياسية في آن واحد، وبالتالي استخدمت الفيتو، استخدمت كل أنواع الذخائر الجوية، استخدمت كل أنواع القتال، استخدمت كل التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية في القتال ضد أعداء هذا النظام سواء كان، وطبعا كان تمثل ذلك بقتالهم ضد الشرعية الشعبية في سوريا، ضد من هم يحملون السلاح من الشعب السوري ضد هذا النظام يعني الغاشم، هذا النظام الذي استبد منذ 50 عاما، وبالتالي أتت واستخدمت كل هذه التقنية العالية في سوريا، منها الحوامات وأنت عدتها المي 24 والمي 25 والكامو، كل هذه الأنواع من الحوامات أتت بها روسيا ووضعتها في حميميم، وضعتها أيضا في مطارات أخرى حوالي 5 مطارات تتوضع بخمس مطارات جوية أرسلت بها روسيا، واكبت كل الأعمال القتالية. طبعا الدعم الجوي الذي قدم وهناك تقارير تفيد بأن هناك أكثر من 80,000 طلعة جوية تم تنفيذها من 30/9/2015 إلى الآن، كل هذا ذلك كان دعما جويا لقوات النظام والميليشيا
الداعمة لهذا النظام، وبالتالي استخدمت كل هذه القوة دعما جويا، علما أن هناك يعني وتكلمنا بحلقات سابقة بأن النظام وروسيا لديهم سيادة جوية تامة على الأجواء السورية تماما، وبالتالي طائراتهم تسوح وتجوح في الأجواء السورية دون رادع ودون خوف ودون مشاكل، هي فقط مشاكلها مع الطيران المتواجد أيضا في الأجواء السورية مثل طيران التحالف الدولي الذي يجوب الأجواء في شرق سوريا. أيضا هناك تعاون وتنسيق بين الطيران الروسي الداعم لنظام بشار الأسد والطيران الإسرائيلي الذي يخترق يعني بين الفينة والأخرى الأجواء السورية، وبالتالي استخدمت كل هذه القوة للدعم الجوي للقوات قوات النظام والميليشيا الداعمة لها. لماذا لم تستخدم روسيا أو سوريا أو النظام السوري التكتيك المستخدم لدى هذه الحوامات قبل عند اجتياح تنظيم داعش كل هذه الأراضي الشاسعة في سوريا من شرق سوريا إلى حوض دمشق تقريبا أو إلى ريف دمشق ومن ثم وصولها إلى أرياف المنطقة الجنوبية؟ نعم يعني تم السماح، وأنت تعرف والجميع يعرف والشعب والمجتمع يعرف بأن تنظيم الدولة عندما تمدد على حساب النظام وعلى حساب القوى الثورية، إنما تمدد بالقوة على حساب القوى الثورية، هو حاول أو طرد الجيش الحر من دير الزور بالقوة وبخلال معارك قوية جدا حصلت بينه وبين الجيش الحر، هو طرد الجيش الحر من ريف حلب الشمالي ومن حلب الجنوبي أيضا بالقوة وبمعارك يعني ساحقة تماما. أما عندما يتخلى النظام عن مواقع وشاهدنا كيف أن النظام تخلى عن تدمر من خلال تعميق أو من خلال هجوم وهمي لداعش وتخلى النظام عن كل المدينة وعن أرياف المدينة، كل ذلك كان محسوبا، والهدف منه هو إيجاد إرهاب متواجد في المنطقة للرأي العام العالمي بأن النظام السوري هو يقاتل الإرهاب وليس يقاتل شعبا ظلم خلال 50 سنة. هو يريد أن يعوم هذا الإرهاب، يريد أن يصور أن سوريا تقاتل الإرهاب، يريد أن يصور بأن تنظيم داعش والتنظيمات الأخرى التابعة لتنظيم داعش هي تنظيمات إرهابية تريد الاستيلاء على الإقليم بالكامل وتريد الإخلال بالأمن القومي للمنطقة بالكامل. لكن الواقع أن يعني لنا مثال آخر هو كيف يمكن لخمس فرق برية عراقية أن تنسحب أمام 700 مقاتل من تنظيم داعش وتخلي لهم يعني سلاح لخمسة فرق وحوالي مليار دولار في البنوك في المنطقة. وبالتالي يعني هذه شواهد حقيقية، يعني لا يا شواهد نحن نعيش الآن وليست هي تاريخ سابق، نحن نعيش هذا التاريخ لأن الأنظمة في العراق والأنظمة في سوريا تخلت عن الكثير من المواقع، تخلت عن الكثير من السلاح، تخلت عن الكثير من الذخائر لصالح تنظيم داعش لكي يقوى تنظيم داعش ويصبح تنظيما قويا جدا يعني إرهابيا، وبالتالي يستقطب جميع العالم كله للقتال ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي وجد من أجل مصلحة نظام بغداد ونظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى دعم يعني لا محدود من النظام الإيراني لهذا التنظيم. لا نستطيع القول بأن الطائرات التي تعاملت سواء كانت حوامات مي 25 وبالمناسبة مي 25 من حيث التكتيك ومن حيث الديناميك ومن حيث القدرة القتالية تضاهي الأباتشي، إلا أن روسيا عندما تبيع هذا السلاح إلى سوريا مثلا أو إلى حوض إسرائيل فهي تبيعها بدون ذخيرة بدون سلاح، ويعني كي تفقد هذه الأنواع من الطائرات قدرتها القتالية على حساب تبخيرها القتالي. وبالتالي المي 25 هي يعني قلعة تحمل حوالي يعني 2 طن من القنابل زيت 500 كيلوغرام، أيضا تحمل حوالي 164 صاروخ، تحمل 4 صواريخ موجهة، بينما الأباتشي تحمل 16 صاروخ الفير قادرة على تدمير 16 دبابة، بمعنى تخرج سرية أو كتيبة دبابات ميكانيكية كتيبة ميكانيكية من المعركة. بمعنى آخر هذا النوع من السلاح هو نوع فعال في أرض المعركة
كون سلاح دفاع جوي لا يوجد مع السواق، وبالتالي هذه الطائرات تستخدم يعني بأريحية سواء كان ليلا أو نهارا وبأي جو تستطيع استخدام النظام السوري. لكن لا يريد هذا النظام أن يستخدمه ضد تنظيم داعش الذي تمدد وأخذ أكثر من 60% من الأراضي السورية لهدفنا ولغايتنا. وصلت الفكرة، ويعني كل الشكر والتقدير لك، ونحن نعرف أنك ملتزم في أحد المداخلات أيضا الأخرى أحد الفضائيات. كل الشكر وإلى لقاء يعني بك قريب إن شاء الله سيادة العميد. ونرحب بدكتور عبد الله الأسعد، ونقول لك دكتور عبد الله الحمد لله على السلامة إن شاء الله. دكتور عبد الله، هل انسحاب تنظيم الدولة من المناطق المكشوفة إلى المناطق المأهولة في حوض الفرات بهذه السرعة التي أربكت كل المحللين العسكري مناورة عسكرية أم فقدان القدرة على المواجهة العسكرية للطرف الآخر عند استعمال مروحيات الدعم الناري بالشكل الصحيح؟ ولماذا لم يتم تحرك قوات النظام حتى الآن على محور حميمل البكمال أو حتى الميادين، أم أنها من المحرمات الدولية هناك؟ تحياتي لك والأخوة المشاهدين والضيوف الكرام. في الواقع يعني ما يجري الآن في دير الزور وما جرى في الرقة وما تجري الآن تبعياته في مدينة الرقة يعني فعلا هو عبارة عن مناورة كبيرة جدا تلفت انتباه المراقبين العسكريين لما يجري من تحركات ومن احتكاكات بين القوات المتصارعة على الأرض والهجوم الذي يشنه النظام وقوات قسد في مناطق مختلفة وانسحابات داعش إلى مناطق مباشرة يعني عبارة عن انهيار لخطوطها الدفاعية أمام مثلا قوات نظام الأسد وقوات مثلا قسد التي لم تتحرك يعني بشكل فعلي وتشن هجوم مباشرة لها. الآن يعني كل ما نراه هو عبارة عن شيء أشبه بالمشاريع التكتيكية أو مشاريع أو المناورات العسكرية التي نجريها في البادية أيام زمان عندما كان يجري هناك تنسيقا وتنظيما للتعاون بين القوات المهاجمة من أكثر من محور. قوات النظام التي كان يخطط لها بالهجوم من محور الرصافة من اتجاه ريف حلب الشرقي ومن اتجاه السخنة باتجاه ريف دير الزور الجنوبي، بالتأكيد كان هذا يعني هذه المرحلة من الهجوم كانت منسقة تنسيقا وتوقيتا يعني دقيقا جدا مع تحركات قسد ومع تحركات تنظيم داعش. الآن قوات قسد تحركت بشكل كبير لمسافة 120 كيلومتر وجهبت 7 كيلومتر واحتلت المدينة الصناعية على مرأى قوات داعش ولم يجري هناك أي احتكاك بينهما وأي مناوشة لهما. قوات نظام الأسد عندما تقدمت من هؤلاء المحورين وسيطرت على كباجب والشولة والتقت مع القوات الموجودة من الداخل طبعا وانهارت مباشرة قوات تنظيم داعش. يعني من الناحية العسكرية طبعا يجب أن يكون هناك تمهيد جوي وتمهيد مدفعي للخروج القوات من الطوق. يعني هناك دروسا كثيرة ومحاضرات كثيرة تسمى يعني معركة الخروج من الطوق وتحديد المكان والاتجاه التي ستخرج منه القوات المطوقة. يعني لم نجد في دير الزور أي تمهيد ناري قوي من أجل خروج القوات المطوقة من أمكنتها، وإنما يعني هو عبارة فعلا بالتأكيد هو عبارة عن بروباغندا ويعني تمثيلية كبيرة جدا. يعني هجوم القوات والتقائها مع القوات القادمة من العمق وتلاشي تنظيم القاعدة أو عفوا تنظيم داعش بشكل يعني مفاجئ جدا. طبعا هذا هو الشيء اللي يعني ملفت للنظر والذي يعني يلفت انتباه المراقبين بأن يعني هذه القوات موجودة. طبعا يعني أكيد ستكون تقاتل قتال دفاع دائروي عن المكان الذي تحاصر به وهذه المنطقة التي كانت تحاصر بها مطار دير الزور 4 سنوات وهي تحاصر مطار دير الزور. يعني ماذا الحصار؟ حصار 4 سنوات، الحصار لا يتعدى يعني شهر أشهر لا يتعدى، وإنما 4 سنوات. طبعا كان هناك تمثيل وكانت قوات النظام أيضا
تقوم برمي المواد والإمدادات والإغاثات والذخائر من الجو. طبعا هذا هو عبارة عن بالتأكيد تمثيل، يعني نحن لو أردنا أن نقول أو نستبعد موضوع المؤامرة لننظر تكتيكيا أو استراتيجيا، يعني كل ما حصل ليس له علاقة بالعلم العسكري ولا بالتكتيك العسكري، لا دعم جوي ولا ولا ولا. وأنا أريد أن أسوق لك مثالا. طبعا كنا نتابع معركة دير الزور بشكل فعلي، يعني بدقائقه يوميا. في احدى يعني النقل وقائع معركه دير الزور، كان المراسل الحربي يعطي نقل عما يجري في دير الزور، وكانت الامور هادئه جدا جدا جدا. لا ندري هو يعني انفجار لغم او قذيفه هاون او اي طلقه مثلا من رشاش متوسط او ثقيل. وجدنا ان كل من ما هو موجود في محيط البانوراما هرب بشكل كامل، المذيع لم يهرب، والعناصر المقاتلة، هذه عناصر مقاتلة من يعني أساس المعركة يجب أن تكون. طبعا المعركة أصوات قذائف وانفجارات وصواريخ وألغام تتفجر وغيره وغيره، يعني العنصر عندما تبدأ المعركة ينسى كل شيء، ينسجم مع المعركة. هي يعني من أصول علم النفس العسكري، أن المقاتل في البداية كان يشعر بشيء من الخوف، وعندما بدأت المعركة لم يعد يحس بشيء حوله. أما يعني العناصر الكومبارس الذين كانوا موجودين في البانوراما، عندما سمعوا صوت لقذيفة لم يبقى أحدا في المكان، علما أن المراسل الحربي بقي لإحدى المحطات. فلذلك يعني أنا أقول بكل ما يعني تعلمت من علم عسكري، أن ما جرى في دير الزور من تحرك على محاور ومن فك الطوق عن القوات المحاصرة ومطار دير الزور العسكري والقوات المتواجدة في جبل ثردة بدير الزور، يعني ما هي إلا عبارة عن كومبارس كان يؤدي دوره على أكمل وجه، وكانت عبارة عن يعني تصوير أفلام يعني بشكل كبير جدا كأنها أفلام هوليود. وقوات التحالف الدولي في تلك المعركة يعني لم نجد مثلا قصف على المناطق التي كانت تحيط بمنطقة الحصار. وجدنا أن الآن قوات التحالف الدولي تقصف مدنيين. قوات النظام الروس يعني المراقب يرى أن الروس قاموا ببناء جسر حربي، يعني وكأن هذا الجسر الذي قامت مثلا قوات النظام بالسابق بتدميره، الآن الروس يقومون ببناء جسور متحركة وجسور اصطناعية مباشرة، وكأن الأمور تمت بتنسيق وتنظيم تعاون بين كافة الأطراف وبتوقيتات محددة، قسد والتحالف ونظام الروس ونظام بشار وداعش، جرت بشكل كبير جدا، وان تلاشى داعش وانتهت المسرحية على أكمل وجه. نعم وصلت الفكرة، أبقى معي دكتور عبد الله. ونرحب بسيادة العقيد ركن الطيار إسماعيل أيوب معي في الاستديو، أهلا وسهلا بك زميلنا. حياكم الله. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هنالك العديد من التساؤلات في هذا الموضوع، ولكن لماذا لم يتم تحرك قوات النظام حتى الآن حتى هذه اللحظة على محور الحميمة؟ البو كمال طبعا طوله 93 كيلومتر للعلم، أو الميادين، أم أنها من المحرمات؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المستمعين. الحقيقة يعني الأعمال القتالية التي بدأت في الصحراء السورية شمال مدينة تدمر لم يكن مقدر لها أن تقوم إلا بالتنسيق الروسي الأمريكي. وأنت تعلم أنه عندما نفذت القوات التحالف في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية إنزال في منطقة الحميمة منذ شهرين، كان هناك خطة لأن تقوم قوات مقاوير الثورة بالتقدم من محور الزقف إلى حميمة، وأنشأوا قاعدة انطلاق هناك للانطلاق إلى الميادين أو إلى البوكمال، ولكن التفاهمات الروسية أو الأمريكية أفضت إلى أن تقوم قوات الميليشيات الشيعية مع فلول جيش النظام بهذا العمل، نتاج لتطوير الأعمال العسكرية التي قام بها بين تدمر والسخنة، وبتغطية جوية روسية من خلال سلاحي الطيران الروسي والسوري، بالإضافة إلى مروحيات الدعم الناري التي أفضت إلى وصول قوات النظام إلى كباجب والشولة.
انسحبت الحامية العسكرية الأمريكية من منطقة الحميمة منذ أكثر من شهرين، وتقدمت قوات النظام إلى المحطة الثالثة، ثم وصلت إلى منطقة الحميمة واستقرت هناك. وكان من المحتمل جدا بالتوازي مع المحور الرئيسي الذي انطلق من منطقة السخنة باتجاه كباجب والشولاء أن تنطلق معه محور آخر رئيسي من حميمة باتجاه مطار الظهرة الذي يقع قرب المحطة الثانية، وتنطلق منه باتجاه البو كمال، واتجاه محتمل أن ينطلق باتجاه منطقة الميادين. الآن يعني السؤال فعلا، يعني إذا أردنا أن نحلله عسكريا أو استراتيجيا، يجب أن نتساءل حقيقة لماذا لم ينطلق هذا المحور. إذا قرأنا الوضع العسكري الحالي، يعني المشهد العسكري الموجود في حوض الفرات، نرى أن قوات النظام انطلقت من منطقة الرصافة واجتازت جبل البشري بشكل يعني هادئ ومريح، رغم أن جبل البشري يعني يسيطر عليه قوات تنظيم الدولة، وأعتقد أنه لو كان هناك يعني 100 رجل في جبل البشري لا تستطيع قوات النظام أن تعبر هذا الجبل خلال أكثر من شهرين. ولكن على ما يبدو هناك تسهيلات أو يعني أمور عسكرية تخفى علينا أفضت إلى أن تمر قوات النظام من هناك وتصل إلى كباجب. في هذه العملية التي استولى فيها النظام أو وصل فيها النظام قواته في مدينة دير الزور والمطار، تم القطع من الجهة الجنوبية بين قوات تنظيم داعش من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية، وأيضا يعني من المنطقة الممتدة من البغيلية وعياش وصولا إلى معدان، هناك الآن جيب محاصر ومحاصر من الجهة الشمالية الشرقية بمانع مائي وهو نهر الفرات. من الجهة الجنوبية الشرقية تلتف الآن قوات النظام من منطقة المريعية يعني تحاصر أيضا قوات التنظيم من هذه الجهة. الروس نصبوا جسر حربيا في منطقة الجورة، وفي منطقة مقابلة تسيطر عليها قوات تنظيم الدولة بشكل مطلق، ولم نرى هناك أي إطلاق نار على هذا الجسر، ومرت عدة آليات عسكرية إلى تلك المنطقة. أيضا انطلاق محور قسد من يعني منطقة أبو خشب إلى وصولا إلى المنطقة الصناعية قاطعة أكثر من 120 كيلومتر دون أي اشتباك مع قوات تنظيم، وصولا المنطقة الصناعية أيضا. الآن استحكمت قوات قسد على منطقة الصناعية، وبالتالي أيضا فصلت قوات داعش من الضفة الشمالية للنهر إلى قسمين، القسم الشمالي الغربي في منطقة الكسرة وزلبية، والقسم الجنوبي الممتد من الحسينية إلى ملتقى نهر خابور ونهر فرات البصيرة. وبالتالي هناك تقطيع يعني لأوصال تنظيم داعش في تلك المنطقة، وهذا بالضرورة يؤدي فينا إلى التحليل بأن هناك غرفة عمليات مشتركة، هناك تنسيق عالي المستوى بين التحالف والقوات الروسية. المحور الآخر لماذا لم يحصل؟ أنا أعتقد أن هناك خطة عسكرية كانت تقول بانطلاق محور حميمة البو كمال الميادين لئلا يتم هروب قوات داعش من حوض الفرات، أيضا ولئلا يتم استجلاب قوات إضافية لتنظيم داعش من بادية العراق أو من جنوب نهر فرات إلى مناطق الحامية أو إلى مناطق التوتر العالي في منطقة حول مطار دير الزور والمطار. وأعتقد أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تسمح بأن ينطلق هذا المحور أو المحور الثانوي من حميمة إلى الميادين لاعتبارات عسكرية، ربما لأن يعني حتى القوات العراقية الآن هي ملتهية في تطويق منطقة الحويجة وبعيدة عن الأعمال القتالية في المنطقة الممتدة من حديثة إلى منطقة القائم. هذه الولاية التي هي أشرس ولاية لتنظيم داعش وتسمى ولاية الفرات، أعتقد أن هناك أمور لا نريد أن نتكلم دائما عن ما يسمى بالمؤامرة أو غير ذلك، ولكن نحن كعسكريون نفترض أن كان هناك
قرار نهائي بين قوات التحالف وبين القوات الروسية أو القيادة العسكرية الروسية للقضاء على هذا التنظيم، كان يجب أن ينطلق المحور حميمة مطار الظهرة باتجاه البوكمال بالتوازي مع محور كباجب الشولة لكي يتم الإطباق كاملا على قوات تنظيم داعش منعا لوصول الإمدادات وأيضا للضغط عليه والضغط كعامل نفسي على قوات تنظيم داعش بأن كافة المناطق المؤدية إلى حوض الفرات هي مناطق مغلقة عسكريا ولا يمكن للتنظيم لا الخروج ولا الدخول منها لتغذية معاركه أو للزج بقوات إضافية في تلك المنطقة. نعم وصلت الفكرة، أبقى مع سيادة العقيد. نعود للدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، كافة الجسور العادية بين شطري مدينة دير الزور تم تدميرها من قبل قوات النظام في السنوات السابقة، وبالتالي تكون قوات النظام والميليشيات الشيعية التابعة لها قد عبرت إلى منطقة تسيطر عليها قوات تنظيم الدولة، ولكنها واقعة عسكرية في القسم الذي يجب أن تهاجمه ميليشيات قسد، حيث أصبحت قوات النظام وقوات قسد لا يفصل بينهما سوى 3 كيلومتر فقط. يعني المريب هنا في الأمر أنه لم يلحظ أي تحرك لقوات تنظيم الدولة أثناء عبور قوات النظام إلى الضفة الشمالية عبر الجسر الحربي الذي نصبه، ولا بعد عبور قوات النظام، وبنفس الوقت لم تقاوم قوات تنظيم الدولة ميليشيات قوات قسد التي استولت على كامل المدينة الصناعية شمال شرق دير زور. كيف نقرأ هذه الوقائع على الأرض؟ نعم سيد كريم، أشكرك على هذا السؤال. بالفعل يعني عندما كنا نراقب معركة حلب كانت قوات نظام الأسد وقوات قسد وقوات داعش بجبهات متقاربة ومتلاصقة لا تفصلها يعني سوى مئات الأمتار وليس الكيلومترات، وكانت هذه القوات لا تحتك مع بعضها البعض نهائيا، وجميعها كانت توجه نيرانها وتسلط نيرانها على قوات الجيش الحر في تلك المنطقة التي كانت تتقدم في الجبهات. أما يعني الآن يجب أن ننتبه إلى موضوع أيضا محور حميمة البوكمال الميادين. طبعا هذه المنطقة هناك اليوم وصلت القافلة التي كانت تقل عناصر تنظيم داعش التي تقدمت من رأس بعلبك باتجاه البادية، ووصلت الآن بشكل كامل لتلك المنطقة بأمان وسلام. قد يكون لها دور يعني في تلك المناطق. نعم بالتأكيد هذا الموضوع هنا الدور ليس لقوات النظام في تلك المنطقة. نحن نعرف جاء على لسان أيضا على لسان طلال سلو المتحدث باسم قوات قسد عاصفة الجزيرة، طبعا كانت قد انطلقت وأعلنوا في 9/9/9 أتوقع بأنهم سيبدأون بالهجوم على ما تبقى من ريف دير الزور وحسم معركة الرقة. إذن قوات النظام ليس لوحدها، يعني أنا أتوقع أن قوات النظام ستستأثر بالتمسك بالمدينة. يعني نظام الأسد له استراتيجية أن يستولي على مراكز المدن لما لها من أهمية كبرى له، هو يعتبر نفسه هو الدولة وهو المؤسسات. فلذلك يعني عندما مثلا تسقط مدينة دير الزور المدينة بالذات طبعا هو يعتبر أنه خسر مركز مدينة، وهذا ما لا يريده نظام الأسد. فلذلك هو سيستأثر للتمسك بالمدينة. أما باتجاه ريف دير الزور وباتجاه أيضا الحسكة، هنا قسد أطلقت معركتها وستسير باتجاه تلك المنطقة. تسارع عمليات الجيش في حوض الفرات يعني قرب دير الزور، طبعا هذا الموضوع يساعد بشكل كبير على يعني تمسك كل طرف من الأطراف بالمناطق التي وصل إليها. كيف ستحسم معركة دير الزور؟ طبعا هذا يعني ما ستثبته الأيام القادمة. قوات الموجودة الآن، القوات الموجودة من تنظيم داعش في المناطق، طبعا الكثير منها مقاتلي الصف الأول، طبعا كما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية بأنها طبعا أمريكا قامت بسحب قادة الصف الأول وأخذتهم إلى مكان آخر. ولكن دكتور عبد الله يقولون أنهم ليسوا قادة، هم ضباط. ما رأيك بهذا الكلام؟ هم ضباط استخبارات يعني. طبعا حسب التصنيف أن هناك ضباط يعني عضويين
عضويين يقومون بالاستطلاع ونقل المعلومات الى غرف عمليات التحالف بشكل يعني هم مباشر. قد يكونوا هم يعني بقصد ليسوا ضباط ضمن حاول داعش يعني بالعمليات الخاصه، هم ضباط مخترقين داعش برتب وبمنصب امير الى اخره، زي امير مثل امير الحسبه او الى اخره. الكثير الان يعني تتوضح كثير من الامور، ان من كان يعتبر نفسه مثلا امير شرعي او امير حسبه او امير والي لمنطقه، هؤلاء يعني الآن بدأوا بال كما يقولون بدأوا بالانفكاك عن بعضهم البعض، وبدأ كل شخص يعود إلى مكانه. وأنا يعني أشاطرك الرأي بأن اختراقات كبيرة كانت لداعش من قبل ضباط فعلا، يعني هم ليسوا من لا من المهاجرين ولا من الأنصار، هم يعني غرستهم أمريكا في قلب تنظيم داعش. والآن يعني الأمريكان كما تعلم، الأمريكان يعني ليس مطلوب منهم أن يبرروا أن هؤلاء ضباط لهم مزروعين داخل التنظيم الدولي، وبالتالي الروس على ما يبدو لا يميزون، يعني المفروض أنهم يميزون أو قد يكونوا يميزون، ولكنهم يعرفون أن الأمريكان لا يستطيعون الرد، وبالتالي يتهمونهم من أجل التشهير بهم بالإعلام. يعني الروس والأمريكان طبعا، هذه يعني الحرب الإعلامية ضمن المعركة مطلوبة من يعني من الدعاية الإعلامية للمعارك بشكل كبير، يعني كي يلتقي الرأي العام بموضوع. الآن المعارك موجودة على الأرض والتنسيق موجود والتنظيم يوميا موجود، يعني لكي يعني الرأي العام ينشغل بهذه المواضيع. طبعا روسيا ضمن المعركة تبث مثل هذه الأخبار، سواء كانت طبعا حقيقية أو أحيانا تكون من أجل الدعاية. كل دولة وكل من له يد في المنطقة الشرقية، منطقة دير الزور، هذه المنطقة الغنية جدا، ومن سيسيطر عليها هو طبعا من سيملأ يعني خزينته بأموال النفط من تلك المدينة التي لم يتدخل العالم فيها من أجل القضاء على الإرهاب إلا في تلك المنطقة، منطقة دير الزور والحسكة والرقة. فلذلك أنا أعود إلى ما تفضلت به وأقول نعم، هناك أجانب ليسوا من مهاجرين وإنما هم من دول عظمى كانوا يشغلون مناصب في داعش، ونحن نعلم بأن يعني المعركة تحتاج إلى قيادة مستمرة وسيطرة حازمة طوال فترة المعركة، لأن المقاتل عندما يرى أن مثلا القادة، من كان مثلا أميرا أو قائدا أي، تلاشى من أرض المعركة، فلذلك هنا يتم يعني انهيار في صفوف المقاتلين الذين يقاتلون، لأن قائدهم مثلا أسر، عندما يؤسر مثلا قائد في إحدى المعارك ترى أن المقاتلين انهارت معنوياتهم. أما عندما هنا ترى أن طبعا يعني روسيا أيضا تبث هذه الأخبار بوصولها إلى المقاتلين الموجودين أساسا، يعني هم من أهل المنطقة المنتمين لداعش، عندما يسمعون أو المهاجرين الموجودين بالخارج يسمعون بأن هذا الداعية أو الشرعي هو ضابط مخابرات مثلا أمريكي، طبعا هنا يبدأ بالانهيار. أيضا هذه دعاية إعلامية وحرب نفسية تقوم بها أم روسيا ووكالة سبوتنيك التي تسيطر عليها المخابرات الروسية بشكل كامل. فلذلك يعني ليس من المستغرب بشكل كامل، ونحن نرى الآن قوات النظام في وضعها الآن طبعا أيضا تبث دعاية إعلامية ملأت العالم، ملأت وسائط الإعلام يعني بنجاحها في تلك المنطقة. دكتور عبد الله مشكور، وصلت الفكرة، أبقى معي دكتور عبد الله وننتقل لسيادة العقيد ركن الطيار إسماعيل أيوب. سيادة العقيد، يعني أعلنت قوات الأسد كما تعلم فك الحصار عن مدينة دير الزور بتاريخ 5/9/2017 بعد سلسلة من المعارك مع تنظيم الدولة، انطلقت من محورين رئيسيين، المحور الأول السخنة كباجب والشولة انطلاقا من تدمر، المحور الثاني الرصافة جبل البشري كباجب انطلاقا من الرصافة. إذن يعني ما هي أهمية سلوك المحورين؟ لنناقش المحاور كل واحد منها على حدة وأهميته وماذا سينتج عنه مستقبلا. يعني بالنسبة للمحور الأول الذي انطلق من السخنة باتجاه كباجب الشولة، هو كما تعلم محور يسلك الطريق الدولي دير الزور تدمر دمشق ودير الزور تدمر حمص، وهذا طريق استراتيجي للنظام وليس للنظام فقط، لأي قوى يمكن أن تقوم بأعمال عسكرية أو اقتصادية في تلك المنطقة. وبما أن القوات النظام والميليشيات الشيعية انطلقت من تدمر باتجاه الشمال الشرقي باتجاه دير الزور،
يعني كان هذا المحور هو محور الرئيسي، وكما قلت لك يعني كان من المؤمل أو من الواجب انطلاق محور آخر بعد أن سيطرت تلك القوات على حمايمة أن تنطلق باتجاه الميادين أو البوكمال. هذا المحور محور سهل جدا، يعني على يساره هناك سلاسل جبلية من جبال تدمورية الشمالية يحتلها تنظيم الدولة. المنطقة باتجاه الشرق منطقة مكشوفة كما تعلم وكما تلاحظ وما يلاحظ يبث الإعلام صور مروحيات الدعم الناري الروسية التي تستخدم صواريخ حقيقة صواريخ متطورة جدا وهي من طراز شتورم، مدى صاروخ من 8 إلى 12 كيلومتر، هي صواريخ ليزرية يسهل على أي قوة عسكرية يعني تقوم بالتقدم باتجاه دير الزور. ليس فقط يعني قوات النظام مدعومة بهذه الطيران، أي قوة عسكرية تقابل قوة عسكرية أخرى لا تمتلك سلاح طيران ولا تمتلك مروحيات دعم ناري ولا تمتلك سلاح دفاع جوي، من السهولة بمكان على هذه القوات نتيجة تمهيد النار القوي من طيران مقاتل والمقاتل قاذف ومن الدعم الناري لهذه المروحيات أن تتقدم بهذه السرعة، حتى لو كان يعني تنظيم داعش يمتلك مقاتلين أشداء أو يمتلك الأرض، لأن الأرض كما قلت لك هي أرض مكشوفة جدا حتى دير الزور. أما يعني المحور الذي يعني المريب والذي وقفنا عنده كثيرا وهو محور الرصافة، جبل البشري الذي كان يجب أو يتحتم على أي قوة أن تصل إلى كباجب يجب أن تسلك هذا المحور. جبل البشري قطره 20 كيلومتر، يمر فيه طريق معبد يعني طوله ضمن الجبل لا يقل عن 35 كيلومتر، والجبل كما تكلمنا سابقا عن هذا الجبل ارتفاعه حوالي 1000 متر عن سطح البحر، يوجد فيه تعاريج كثيرة، يوجد فيه تجاويف، يوجد فيه كهوف، وكان بإمكان تنظيم الدولة لو أنه لم يكن هناك تسويات لعبور هذه القوات يعني يصبح هذا الجبل عبارة عن مقتلة لقوات النظام، حتى لو امتلكت الطيران وحتى لو امتلكت مروحيات الدعم الناري وحتى لو امتلكت الأسلحة الثقيلة. وحتى الآن يعني يمكن ما زال تنظيم داعش في الجهة الجنوبية من الجبل باتجاه منطقة الكوم، يعني حتى الآن يمكن داعش أن يقوم بهجمات باتجاه الشمال لتعطيل كل الإمدادات التي تأتي من محور الرصافة إلى كباجب والشولة. يعني المريب في هذا الأمر كما قلت لك هو هذه النقطة. أما من ناحية العسكرية إذا أردنا أن نتكلم بشكل عقلاني، يعني وكما أسلفت قوات النظام أو الميليشيات أو أي قوة مدعومة بهذه المدرعات، مدعومة بالطيران الروسي والنظام ومدعومة بهذه المروحيات، لا أعتقد أن هناك قوات قادر على الصمود أمامها نظرا لعدم امتلاك تلك القوات إلى يعني أسلحة مماثلة لهذا المحور. لكن أنا أعتقد وصول قوات النظام إلى دير الزور هو وصول طبيعي، لكن من خلال الأعمال العسكرية التي تقوم بها تنظيم داعش وبعد وصولها إلى حوض النهر، أنا أعتقد أن المعركة إذا كان هناك ستقوم معركة يدافع فيها عناصر التنظيم عن أنفسهم، أنا أعتقد أن المعركة لم تبدأ بعد، لأن عناصر التنظيم يعني كما تراقبون سياستهم هو الاحتماء بالأماكن السكنية، احتماء بالمدن، ويعني من دير الزور وحط البو كمال تنتشر قرى أكثر ومدن أكثر من 300 إلى 400 قرية في حوض يعني يصل عرضه في بعض المناطق إلى 10-15 كيلومتر. أعتقد أن التنظيم وبعد يعني إذا كان صحة تقرير سبوتنيك صحيح بعد فرار قادة تنظيم داعش الاستخباراتيين الدوليين كما وصفت سبوتنيك، أعتقد أن عناصر التنظيم هؤلاء الذين تم غسيل أدمغتهم سيقاتلون حتى الموت. ومن هنا يعني أرى أنه لم تنطلق المعركة الآن إذا كان هناك سيتم معركة في حوض الفرات. أما وصول القوات إلى مدينة دير الزور فكان وصولا حتميا نظرا لأن منطقة مفتوحة، لا يمكن للتنظيم أن يقوم بالمناورة بسبب مروحيات الدعم الناري التي تصطاد المدرعات والآليات في عرض الصحراء من مسافات كبيرة، وأيضا يعني هناك رقابة من الفضائية ورقابة من روحيات من طائرات المسيرة تستطيع أن تدلل بدقة متناهية عن الآليات في منطقة الصحراء، فضلا عن الغبار المتصاعد
نتيجة تحرك الآليات في الصحراء، لذلك نرى أن التنظيم انحسر إلى حوض النهر، وبالتالي سوف يتم تطويقه في عدة أماكن إذا كان هناك نية حقيقية للقضاء على التنظيم. ولكن هذا بالضرورة إلى ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى كوارث في حوض الفرات. التنظيم انحسر إلى المناطق الأهل بالسكان، هناك هجوم من الجهة الشمالية وهجوم من الجهة الغربية لقوات قسد ولقوات النظام، هذا سيؤدي بالضرورة إلى قصف تلك المناطق التي يحتم فيها عناصر التنظيم، وبالتالي سيؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، وهذا ما سيؤدي إلى يعني كارثة حقيقية في الأيام القليلة القادمة. وصلت الفكرة، أبقى معي سيادة العقيد ودكتور عبد الله، يعني هل يوجد تنسيق بين قوات قسد وقوات النظام في معركة دير الزور، أم هي محض صدفة هذه الانطلاقات من كل مكان وبنفس التوقيت؟ سيد الكريم، يعني نحن يعني غائب عن أذهاننا هذه المعركة التي تجري الآن في دير الزور، لماذا غائب عنها قوات المعارضة، قوات المغاوير، قوات سود الشرقية؟ أين هم فعلا؟ هذا السؤال، أين هم؟ ليش الحر؟ يعني هذا الحدث الغائب عنه أساسا صاحب الأرض، يعني هؤلاء المقاتلين الموجودين الآن في البادية هم أبناء دير الزور، هم أبناء الأرض. هذا الموضوع لم يتم إلا بقرار من التحالف الدولي بالاتفاق مع روسيا، وحتى بما فيها بناء جسر الحديد الذي تفضلت حضرتك بالحديث عنه. نعم نعم، بالتأكيد، يعني وغرفة عمليات المشتركة يعني في مثل هذه المعارك يجب أن تكون قائمة، ويعني إذا كنا نحن عسكريين ونعرف أي معركة الإشارة بها هي عصب المعركة من أجل التنسيق بين القوات المهاجمة من كافة الأطراف. التنسيق قائم بشكل كبير جدا بين قوات النظام وقوات قسد. الآن يعني لماذا مثلا منعت قوات التحالف القوات الأمريكية، لماذا منعت مثلا قوات الجيش الحر من الثوار من الاشتراك في تلك المعركة؟ هناك ترتيب وتأييد كبير لقوات قسد لكي تسود في تلك المنطقة. لماذا لم تتحرك مثلا قوات النظام على محور مثلا أبو خشب إلى الميادين؟ هذه المنطقة محرمة على النظام، يجب أن لا يتحرك بها نهائيا. وصل إلى هذه المنطقة، هذه المرحلة تنتهي عند وصول قوات النظام إلى منطقة البانوراما، لا تتحرك بعدها. أعطيت تعليمات لقوات قسد التحرك إلى المدينة الصناعية، تحركت واستولت دون أي اشتباك من قبل تنظيم داعش مع هذه القوات. المرحلة القادمة، أمريكا الآن يعني لديها رغبة كبيرة أيضا للسيطرة على الحدود، مع السيطرة على طريق دمشق بغداد. الآن هنا سيكون للإيرانيين بعد أن شعروا بالقوة الأمريكية المسيطرة في تلك المنطقة، سيكون لهم رأي آخر أيضا. يعني معركة دير الزور ومعركة الرقة لن تنفصل نهائيا مع معركة البادية، هي متصلة معها اتصال كبير جدا. هناك نقاط استراتيجية موجودة أيضا في البادية، طريق دمشق بغداد هذا مثلا طريق حيوي. قوات النظام يعني مع الميليشيات الإيرانية، مع القوات الموجودة في تلك المنطقة حشد وغيره، لديها يعني قرار بالسيطرة على هذا الطريق. قوات النظام أيضا لديها بالاتفاق مع القوات أو بالتنسيق مع قوات فرقة 18 في بادية حمص، منع قوات الثوار من الوصول إلى دير الزور والبوكمال، وحصل هذا الشيء لأن تحدثنا سابقا بأن منطقة السخنة هي عبارة عن البوابة الجنوبية لريف دير الزور، طبعا وحصل ذلك. يعني هذا الموضوع لم يكن إلا بقرار من غرف عمليات وتنسيق يجري على الأرض. الآن القرار السياسي تزامن وتطابق مع القرار العسكري بعد وعود كبيرة جدا من أمريكا لقوات الجيش الحر والقوات الموجودة في البادية بأنكم ستقومون بالاشتراك في تحرير مدينتكم وسيتم إعطاء الإدارة لأبناء المدينة. هذا لم يحصل نهائيا ولن يحصل في دير الزور نهائيا أيضا. يعني كل ما تم التحدث عنه بالإعلام لم يكن حقيقة، حصل عكسه على الميدان. قوات النظام فرحت بما وصلت إليه، قوات قسد لم تتوقف، ستتابع بعد أن وصلت مثلا إلى شمال شرق دير الزور، ستتابع لها منطقة محافظة الهسكة بالكامل، ستقوم أيضا بالزحف باتجاهها وهي لها قوات أيضا هناك تتمركز.
فلذلك يعني هناك مواقع استراتيجيه الان، يعني الولايات المتحده عندما تحارب مثلا تنظيم متطرف في العراق وتتوقف في هذا التوقيت بالذات عن مقاتلته وتغلق الطريق الرئيسي مثلا امام طهران المتمثل بالطريق الاستراتيجي على الحدود مع سوريا. يعني هذه كلها تشير الى اشارات استفهام كبيره دكتور عبد الله. وصلت فكره، ابقى معي دكتور عبد الله. سياده العقيد اسماعيل، طورت قوات النظام هجومها بعد السيطره على الشوله باتجاه منطقه البانوراما مدخل مدينه دير الزور، وباتجاه حقل التيم النفطي الذي سيطرت عليه، ومن ثم تم فك الطوق من مطار دير الزور العسكري ومن اللواء 137 المتاخمين لجبل الثردي في 9/9/2017، وبالتالي تم التقاء قوات النظام المهاجم مع قواتها المحاصرة منذ سنوات. يعني بصراحة أنت تتكلم عن التقاء قوات وعن نقاط تنسيق وهي أخطر النقاط، يعني هذه العملية وبهذا المستوى، يعني هذه جديدة على النظام، هل هنالك من خطط لهذه العملية بهذه الطريقة وبهذا الضبط وبهذه السيطرة؟ يعني دكتور، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن تطويق مطار دير الزور العسكري منذ ما قبل وجود داعش في سوريا، كان هناك تطويق لمطار دير الزور من قبل الجيش الحر، وأتى التنظيم ويعني كما يعني حدث في تلك السنوات وخاصة في بداية عام 2014 حضر داعش كالفقاعة وكالقدر النازل وطرد قوات الجيش الحر وحاصر المطار، وكان هناك فرصة أو فرص كبيرة جدا لأن يسقط هذا المطار. يعني مطار عبارة يعني 3-4 كيلو ب2 كيلو، بالإضافة إلى اللواء يعني استنزف كافة طاقته العسكرية اللواء 137 مطوق منذ 3 سنوات بشكل كامل. يعني لو تم منع فقط الطعام والشراب والماء عن هذا المطار لكان هذا المطار سقط. وتكلمنا سابقا في أسباب عدم سقوط هذا المطار، كان هناك علاقة براكمادية بين تنظيم داعش وبين النظام لكي يبقى مسمار جحا للنظام في دير الزور. وكما قلنا كان بمقدور قوات داعش أن تسحق قوات النظام هناك، ولكن هذه العلاقة التي يعني كان النظام مستفيد منها بشكل كبير، يعني صهاريج النفط والحبوب والتبادل الاقتصادي وتأمين مطارات النظام من قبل تنظيم داعش في كافة البادية السورية، كان هذا سبب رئيسيا لعدم استعادة أو فك الطوق من قبل قوات النظام عن هذا المطار. أنا يعني من وجهة النظر العسكرية أرى أن النظام كان بإمكانه التصدي لتنظيم داعش لامتلاكه نفس المروحيات التي يستخدمها الروس الآن، ولكن يعني للأسباب التي ذكرناها النظام فضل أن يلتفت إلى مناطق ساخنة أخرى في المدن السورية في الداخل وترك هذه المنطقة لتنظيم داعش. أما وأن القوات الروسية الآن موجودة بشكل مباشر وهي تدعي أمام العالم بمحاربة تنظيم داعش ودحره في سوريا، أعتقد أن الروس هم من خططوا لهذه العملية. وكما قلت لك في حلقة سابقة، هذين المحورين الاستراتيجيين التي انطلق الأول من منطقة الرصافة والثاني من منطقة السخنة والتقاء بمنطقة كباجب، حاصر الكتلة رئيسية بعمال قتالية ومشاغلة في منطقة عقيربات، سحب قسم كبير من تنظيم داعش إلى هذه المنطقة الجبلية، والآن المنطقة الممتدة كما قلت لك سابقا من جبل شاعر إلى جبل بشري ومن السخنة شرقا إلى منطقة عقيربات غربا، منطقة تقدر مساحتها بأكثر من 15,000 كيلومتر مربع، يعني أكثر مساحة لبنان. هناك يعني عمليات حربية كبيرة تجري الآن، وذكرت وسائل الإعلام أن التنظيم استعاد منطقة عقيربات وعدة قرى في تلك المنطقة منذ عدة أيام. أما الاتجاه الذي ركز عليه الروس، يعني كما تعلم المخططون العسكريون يعني يخططون اتجاه رئيسي تركز عليه كافة الجهود العسكرية والمناورة والأعمال القتالية، وهو هذا المحور وصولا إلى منطقة دير الزور. يعني هو بروباغندا إعلامية، فقاعة إعلامية، مدينة كبيرة تم فك الطوق عنها، مطار كان محاصر تم فك الطوق عنه، هناك يعني ضجة إعلامية حصلت في هذا المقام، و
وكما لاحظت أن حتى حسن نصر الله أعلن أنه انتصر في تلك المنطقة. وكما قلت لك أنا أعتقد أن المنطقة ضد تنظيم داعش لم تبدأ حتى الآن المعركة الحقيقية ضد هذه العناصر التي أعتقد أنها ستقاتل حتى الموت، لأنه لا مفر لهذه القوات. لكن إذا كما قلت لك يعني وكما ذكر تقريركم، إذا لم تبدأ القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي في العراق على الأقل بتطويق الحديث للقائم، سوف يكون هناك مجال للهروب في حال تم الضغط عسكريا بشكل كبير بين ضفتي النهر، وكما يعني هذا سيؤدي إلى هروب قوات إلى تلك المنطقة ووصولا إلى وادي حوران الذي تكلم عنه سابقا في العراق. لكن يعني هذه الخطط العسكرية إذا أردنا أن يعني نخلع عباءة نظرية المؤامرة هي خطة عسكرية محكمة سبكت بشكل جيد. هناك نقاط ضعف في هذه الخطة كما قلت لك، هو المحور حميمة الميادين لم ينطلق حتى الآن، لكن حتى الآن الخطة تسير بشكل جيد. تم تقطيع وفصل قوات داعش في عدة مناطق على جانبي النهر وبالتوازي مع قوات قسد المنطلقة من الشمال. لكن المريب في الأمر وكما أعلن قادة قسد وحتى القادة الأمريكان وحتى قادة نظام لا تنسيق بين تلك القوات، أعتقد أن الجسر الحربي الذي نصبته روسيا في منطقة الجورة هو أكبر دليل وأكبر مثال عسكري على أن هناك تنسيق كامل ومطلق، لأن أصبح هناك تماس مباشر بين القوات على ضفتي النهر. يعني كيف لا يكون هناك تنسيق وتكامل في الأعمال العسكرية وقد أصبحت قوات الطرفين على مسافة يعني أقل من 3 كيلومترات في منطقة يسيطر عليها داعش ويتم إطلاق النار عليها من الجنوب والشمال؟ إذا كان لم يكن هناك تفاهم وقيادي يعني مركزي لهذه المنطقة، أعتقد أن سيوقع بين الطرفين بين إيران صديقة أعداد كبيرة من القتلى. دكتور عبد الله، في يوم 9/9/2017 أعلن العقيد طلال سلو الناطق باسم قوات قصد إطلاق عملية عاصفة الفرات من أجل معركة دير الزور من محورين رئيسيين، المحور الأول محور أبو خشب دير الزور ومحور الشدادي مركدة، من أجل الوصول إلى مدينة الميادين مستقبلا عبر حوض نهر الخابور. وخلال أقل من 24 ساعة وصلت قوات قصد إلى المدينة الصناعية شمال شرق دير الزور 7 كيلومتر قاطعة أكثر من 120 كيلومتر في منطقة تسيطر عليها قوات تنظيم الدولة، سيطرة تامة وذلك دون أي خسائر. ويعني ما هي يعني بهذه الطريقة كيف استطاعت هذه القوة بالسرعة الكبيرة؟ هل هي تدريب عالي أم هي تواطؤ دولي أم هي تحالفات التي جعلتها في اليوم التالي السيطرة على كامل المدينة الصناعية من تلك العملية؟ أكيد هو دكتور هو سباق كبير جدا يعني ومسعور من أجل يعني إيراث أو السيطرة على ورثة تنظيم داعش في الزاوية السورية العراقية الغنية التي يترافق معها تفاهم تحت النار من قبل جميع الأطراف. وأريد أن ألخص لك هذا الموضوع في نهاية هذه الحلقة بعدة أمور. أولا استطاع النظام أن يحصل على ما أعطي له من الكعكة معه حزب الله، استطاعت قيادة التحالف الحصول على ما أردت أن تصل إليه بإبعاد قوات الثوار من الاشتراك ومنعهم بأي موطئ قدم في دير الزور التي هي بلدهم، وحصول قوات سوريا الديمقراطية طبعا المدعومة من الوحدات الخاصة في التحالف ضد داعش بقيادة أمريكا. يعني هذا هو الملخص الكبير جدا. وطبعا يعني هذا السؤال حضرتك دكتور، يعني فعلا بدون أي مقاومة ولم تخسر عنصر واحد ولم تطلق عليه طلقة واحدة في هذه المسافة الكبيرة التي وصلت فيها إلى المنطقة الصناعية وستتابع باتجاه طبعا الحسكة، ولن يكون هناك لها أي مقاومة من قبل تنظيم داعش. فلذلك يعني هي عبارة عن حرب تفاهمات تحت النار، هذا أكبر يعني توضيح لها وتسمية لها. عداك على أن هناك أطراف تريد أن تقوم أو تقود جنودها بقوارب وجسور مائية للتلويح بالعبور من ضفة إلى أخرى من نهر الفرات، ويعني كما يقولنا الشاطر يسعى إلى تحقيق هدف له. الخاسر الوحيد هو أهل المنطقة الجيش الحر، من كان يسعى بين قوسين شخص كان يسعى إلى
حصول على دعم أمريكي إقليمي لدعم مقاتلين من الجيش الحر لتثبيت موطنها في دير زور، وفشل في الميادين والبوكمال على الحدود السورية العراقية، ونجحت قوات التحالف وروسيا في تثبيت أقدام قسد ونظام الأسد في تلك المنطقة تحت ذريعة وجود داعش. داعش سيعود كل منهم إلى مكان عمله، سيقتل طبعا من المغررين منه، من استطاعت أن تجلبهم داعش إلى صفوفها. فقط قوات القيادة والصف الأول تم أخذهم إلى أمكنتهم التي كانوا يعملون بها في السابق. نعم، في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم السادة الضيوف الكرام، سيادة العقيد ركن طيار إسماعيل أيوب، سيادة العميد ركن طيار عبد الهادي الساري، وسيادة العقيد ركن الدكتور عبد الله الأسعد. كان معي من الهندسة الإذاعية الزميل مشهور الحنيطي، ومن الاتصالات الزميل محمد الملا. في رعاية الله نترككم، وإلى لقاء يجمعني بكم يوم الأحد في ملف ساخن في مثل هذا الوقت. هذه أغلى أمنياتي، وإلى لقاء. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.